سيرة الصحة اليوم، كيف كريستينا بتهتم برشاقتها وجمالها؟ هلا اكيد اهم شيء قبل الرشاقه هي الصحه، واذا واحد بيهتم مزبوط بالامور اللي بتعنى بصحته اوتوماتيكلي رح يحصل على رشاقه معينه او رح يحافظ على لوك معين، ان كان لجسمه ان كان لشكله ان كان للبشره حتى. وقت اللي بتكون عم تاكل صح، عم تاكل الاشياء اللي بتعرف انه انت بتناسبك، تبعد عن الاشياء اللي بتضرك، لان احنا بنعرف انه ما في شغله وحده بتضر كل الناس هي ذاتها. يعني في اشياء مرات يمكن لإلك تكون مفيده، لإلي انا جسمي ما يستوعب يهضمها تكون مضره، وهكذا دواليك. انه كل انسان بده يتعرف اكثر على جسمه، هو شو بيستوعب، اي نوع اكل بيكون مفيد لإله، ما بيزعجه، ما بيضره، ما بيعمل له نفخه، ما بيعمل له عسر هضم، ما بيعمل له مشكله بالامعاء. يعني بتعرف هدول كلهم، ومصران الغليظ وغيره وغيره، هو كلهم يمكن اخذوا سنين حتى يبلشوا العالم والحكماء يكتشفوا انه، وخاصه ايامنا بطل الاكل طبيعي مثل ما كان من زمان، وبطل اورجانيك مثل ما عن جد بيقولوا اورجانيك، كله صار دخله مواد كيميائيه، وكله صار دخله اشياء غريبه عجيبه وسماد وخبار. هلا في سماد معين بيكون منيح طبيعي، بس في كمان سماد ممكن يكون مضر. وحتى المي اللي عم تنسقى فيها خضرتنا وفواكهنا وهيك كمان عم بتكون مرات مضره ومش مطابقه للمواصفات اللي لازم تكون فيها. فكل هيدا عم بتؤدي لمشاكل بجسم الانسان، عم بتؤدي لمشاكل كمان حتى امراض. فاكيد كل انسان لازم يتعرف على جسمه لحتى يعرف شو بيناسبه ويتبع نظام غذائي. انا ما بحب سمي حميه. هلا الحميه الغذائيه هو لشخص يمكن اوريدي زايد شوي وزنه وبده يخفف من هذا الوزن، بس انا برايي اذا بيتبع نظام غذائي معين مفيد له، حتى لو كان وزنه كتير او وزنه قليل، بيصير الجسم عم بيرجلش حاله بحاله. فانا اخذت معي وقت لوصلت لهيدا الشيء. انا كنت من النوع شخص كتير رفيع وبحرق كتير، فكنت اكل كل شيء، يعني شو ما كان شو ما بحب باكل، مثل الهوفر مثل ما بيقولوا. بس وصلت ما بتاكل لا صحة مزبوط، بس كمان مش عم ناكل بقى كتير اشياء صحية مثل قبل. وصلت لمرحلة بس تشوف انه مع الاسترس اللي عم نعيشه جسمي بلش عم بعيط علي انه شو عم تعملي فيي، بلشت انتبه من القصص اللي ممكن يكون عم بكلها زيادة وهي بتضرني ما بتفيدني. وعلى هالاساس اتبعت هذا الموضوع. واكيد في رياضة، رياضة كتير صحية، كتير ضروري للصحة، مش بس تنخلي الشيب، كمان لصحتنا كتير ضرورية. أكيد مش بطريقة مفرطة، لأن بالنتيجة كل شيء مفرط وكل شيء بيزيد بالمعنى بينقص. فهيدا أنا اللي بقوله. وكمان لصحة البشرة، إنه السيدة أو الصبية تعتني ببشرتها، تنظف بشرتها منيح، ما تتعرض دايما 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 للميك اب. وخاصة نحن بمجالنا كتير نتعرض ميك اب وإضاءة، وهو بتحس حالك كأنك قاعد بمقلية زيت. يعني الإضاءة بتصير تضرب على حماوتها، بتصير هالبرودويات اللي حاطتها على وجهك بيصيروا مثل الزيت عم ينقلوا، هذا كله كمان بيضر. فاكيد بدك تنظف الوجه منيح، بدك تعمل ماسكات من وقت لوقت، بدك تجرب تريح بالاوقات اللي ما عندها في تصوير او شيء ضروره انه تكون حاطه ميك اب، والشعر نفس الشيء، وهكذا دواليك. يعني